بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه فقال: عجل هذا، ثم دعاه. فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من أسباب قبول الدعاء ما جاء في هذه الأحاديث وغيرها أن الداعي يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما أراد، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. والصلاة فيها هذا المعنى، لأن فيها حمد الله، قراءة سورة الفاتحة، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الدعاء في آخرها قبل السلام. فتجد أن الصلاة تشتمل على هذا، ولذلك من صلى ودعا الله في صلاته فإنه حري أن يستجاب له. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على نبيه، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما بدأ بالثناء على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عز وجل، فإنه أتى بآداب الدعاء وأسباب الإجابة. نعم. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم لتولوا وهم معرضون. فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به. أعد حديث ابن مسعود. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على نبيه، ثم دعوت لنفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. رواه الترمذي وحسنه. نعم. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، هذا رجوع على ما سبق من تفسير سمع الله لمن حمده، فهو يدل على أن حمد الله والثناء عليه من أسباب سماع الله له، أي استجابته له، لأن السماع
يطلق ويراد به سماع الصوت بدون فهم معناه، كما تسمع البهائم الراعي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. فالبهائم تسمع صوت الراعي لكنها لا تفهم معناه. ويراد بالسماع أيضا معرفة معنى الصوت، ويراد به الإجابة. فالسمع له معاني. نعم. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت. إدراك الصوت مجرد إدراك كالبهائم. نعم. ويراد به معرفة المعنى مع ذلك. ويراد به إدراك الصوت مع معرفة المعنى. فإذا سمع الصوت وعرف المعنى فإن عمل به حصل على المطلوب، وإن لم يعمل به فإنه يحرم من المطلوب. فكذلك من سمع آيات الله وسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم معناها فإن عمل بها حصل على المطلوب والنتيجة، وإن اكتفى بمجرد السماع والمعرفة فقط ولم يعمل حرم من فائدتها. نعم. ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم، وهذا معنى رابع. يراد بالسماع القبول والاستجابة له مع الفهم، ويؤخذ هذا من قوله سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تكونوا، ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تقولوا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا بآذانهم لكن لا يسمعون سماع إجابة وقبول، فهم يسمعون الصوت ويفهمون معناه لكنهم لا يسمعون سماع إجابة وقبول. فالفنفي عنهم هو سماع الإجابة والقبول. قال تعالى: ولو أراد الله بهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو السبب، أنهم يسمعون ويفهمون لكن لا يعملون ولا يستجيبون، فصرفهم الله عز وجل فلم ينتفعوا بما يسمعون. نعم. ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال: لأسمعهم، مراد اسمع إجابة واستجابة. وأما أنهم يسمعون فهم ليسوا صما لا يسمعون، يسمعون ويفهمون أيضا لأنهم عرب فصحى، فهم يسمعون ويفهمون لكن لا يريدون الإجابة. وهذا هو المنفي عنهم، أنهم لا يسمعون سماع إجابة وقبول، فلذلك حرمهم الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعلم فيهم خيرا. نعم. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم أتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به. فهم يسمعون القرآن ويفهمونه لأنه بلغتهم، ولكنهم لا يعملون به. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا،
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم فهموا ما المراد بلا إله إلا الله، أن معناها إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه. فلما فهموا أن لا إله إلا الله تطلب منهم ترك عبادة غير الله، تمردوا وعتوا ولم يستجيبوا لذلك. جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن اصبروا، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. شوف يفهمون. ومن العجيب أن عباد القبور الآن عرب ولكن لا يفهمون مثل ما فهم كفار قريش، فهم يقولون لا إله إلا الله، لا يمتنعون من قولها، بل يكثرون من لا إله إلا الله صباحا ومساء وأورادا، لكنهم يعبدون القبور، يعبدون القبور، جمعوا بين المتناقضات. فكفار قريش أنبه منهم وأفطن منهم وأفهم منهم لمعنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خير في رجل كفار قريش أفهم منه لمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمونه، فيعبدون مع الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا تناقض. نعم. وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك الباء هنا سبق أن الباء تكون للقسم وتكون سببية ليست قسما، فالقسم ممنوع. أن تقول أسألك بالله تقسم، فالقسم في حق الله ممنوع. أن تقول أسألك بفلان أو بنبيك، لأن هذا قسم، أسألك بنبيك أو بفلان أو بالولي الفلاني، هذا ممنوع لأنه قسم، فهو يقسم على الله بمخلوق. ولو أقسم على المخلوق بالمخلوق لم يجوز، فكيف يقسم على الله بالمخلوق؟ هذا لا يجوز. فإذا كانت الباء للقسم فإنها لا تجوز. أما إذا قال أسألك بالله، هل باء سببية أي بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا محذور فيه. ولهذا جاء في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، أي سأل بسبب الإيمان بالله عز وجل. نعم. وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به. نعم. فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. نعم. وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. نعم. وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا. نعم. الحديث هذا ورد: أسألك بحق السائلين عليك، فهذا يجاب عنه بجوابين. أولا أن سنده فيه مقال، أنه من رواية عطية العوفي ولا يحتج به. ثانيا لو صح فإن معنى أسألك بحق السائلين عليك الإجابة، فإن الله قال: ادعوني أستجب لكم، فهو وعدهم أن يستجيب لهم، فأنت تسأله بوعده، تسأله بوعده الذي
قاله عن نفسه: اسألوني أستجب لكم. وهذا ليس من التوسل الممنوع، لأنه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن الإجابة صفة من صفات الله، فهو القريب المجيب. أما يجيب المضطر إذا دعا: ادعوني أستجب لكم، فأنت تسأله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين، وليس هذا من باب التوسل الممنوع، بل هو من التوسل المشروع لو صح الحديث. نعم. فإن كان هذا صحيحا هذا الجواب الأول. نعم. فإن كان هذا صحيحا بحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم. نعم. كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء. نعم. كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب أعمالهم ودعاءهم ويزيدهم، يعطيهم شيئا لم يسألوه ولم يدعوا به، فضلا منه وإحسانا. فإجابة السائل صفة من صفات الله عز وجل، فأنت تتوسل إليه بصفة من صفاته. نعم. وكما يسأل بوعده، لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا، هذا من التوسل، إننا سمعنا مناديا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسلوا إلى الله بإيمانهم وإجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا توسل بالعمل الصالح، فهو سائل. نعم. وقول الله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمنا فاغفر لنا، الفاء سببية، أي اغفر لنا بسبب إيماننا، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح وهو الإيمان. نعم. وقول الله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول الله لأهل النار يوم القيامة: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. توسلوا إلى الله جل وعلا بإيمانهم، وتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته: أنت خير الراحمين. يقول الله لأهل النار: اتخذتموهم سخريا في الدنيا تسخرون منهم. الآن انظروا إلى العواقب: أنتم من أهل النار وهم من أهل الجنة، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري كنتم منهم تضحكون. العاقبة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني صبروا على استهزائكم وسخريتكم في الدنيا أنهم هم الفائزون. أما هؤلاء ففي النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والعياذ بالله. نعم. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. الله جل وعلا وعد نبيه أن ينصره، فلما تقابل المسلمون والكفار في بدر، في وقعة بدر، وكان الكفار أكثر من المسلمين وأقوى، النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه بالدعاء والإلحاح، يطلب منه النصر، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. توسل إلى الله بوعده سبحانه وتعالى
والله جل وعلا لا يخلف وعده، فاستجاب الله له ونصر المؤمنين على قلتهم وخذل الكافرين على كثرتهم وقوتهم. نعم. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى عليه السلام يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. نعم، ما جاء في التوراة أن الله لما غضب على بني إسرائيل بسبب تعنتهم وأفعالهم القبيحة مع موسى عليه السلام وسوء أدبهم مع الله ومع رسوله وكريمه، غضب الله عليهم والعياذ بالله، فهم مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم، ويسمون الأمة الغضبية، غضب الله عليهم لأنهم عصوا الله على علم وبصيرة. فموسى عليه السلام أخذته الشفقة بهم فتوسل إلى ربه عز وجل بما وعد الله به خليله إبراهيم. فالله جل وعلا عند وعده، إذا وعد فإنه لا يخلف وعده، لكن بشرط أن يكون العبد صالحا لإنجاز الوعد معه، يعني يعمل الأسباب التي تقتضي إنجاز الوعد من الله جل وعلا. فإن حصل تخلف فإنما الخلل من عند المخلوق، إن حصل تأخر للوعد فإنما هو لخلل عند المخلوق. نعم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار. سبق أن التوسل على قسمين، توسل ممنوع وتوسل مشروع. توسل المشروع أنواع، النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تتوسل إلى الله بصفته بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله بالدعاء، بطلب الدعاء من الصالحين، كما توسل عمر، كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا بين أظهرهم، فلما مات توسل عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه طلب منه أن يدعو الله للمسلمين بالغيث. التوسل بدعاء الصالحين مشروع بشرط أن يكون الداعي حاضرا يسمع طلبك فتطلب منه، أما إن كان ميتا أو غائبا فلا يتوسل به، لأنه لا يمكن أن يسمعك ولا يمكن أن يدعو ولا يسمع طلبك. فيشترط في طلب الدعاء من الصالحين أن يكونوا حاضرين يسمعون طلب من طلب منهم الدعاء، فلا تطلب الدعاء من الغائبين ولا يطلب الدعاء من الأموات. نعم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال، هذا النوع الثاني. النوع الثالث توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في قصة أصحاب الغار وكما في الآيات التي سمعتم. نعم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن ثلاثة من بني إسرائيل أووا إلى غار
في جبل ليبيتوا فيه أو ليستريحوا فيه ويكنهم من البرد ومن أو من الحر. المهم أنهم دخلوا في الغار، أراد الله جل وعلا أن يمتحنهم، فانحدرت صخرة كبيرة فسدت باب الغار فلم يستطيعوا الخروج. فعند ذلك فكروا في ما يفرج الله به عنهم هذه الكربة، فتذكروا صالح أعمالهم وقالوا إنه لا ينجيكم من هذه إلا صالح أعمالكم. فأحدهم توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، كان يرعى الغنم ثم يأتي في الليل ويحلبها ويسقي والديه ويسقي أولاده. صادف في مرة أنه تأخر في المجيء حتى نام والداه قبل أن يشرب من اللبن، فجاء باللبن ووقف على والديه وكره أن يوقظهما، فبقي واقفا طول الليل ومعه الإناء فيه اللبن وأولاده يتضاغون تحته يريدون اللبن، لكن لا يريد أن يسقي قبل والديه أحدا من عظم بره بوالديه، ولم يشأ أن يوقظهما ليكدر عليهم النوم. فبقي إلى أن أصبح وهو واقف باللبن. هذا من البر بالوالدين. الثاني توسل إلى الله لأنه كان له ابنة عم وكان يريدها في الحرام، يراودها فتأبى، فنزلت بها حاجة فجاءت إليه تطلب منه الإعانة، فظن أنها سنحت له الفرصة التمكن منها. هي من شدة حاجتها خضعت لطلبه فأعطاها 120 دينارا من الذهب. ثم لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فوقع خوف الله في قلبه وقام وترك لها الدنانير خوفا من الله سبحانه وتعالى، موقف عظيم. وأما الثالث فإنه كان عنده أجير، فذهب الأجير ولم يأخذ أجرته ولا يدري أين ذهب، فقام الرجل ونمى هذه الأجرة حتى نمت وكانت من الغنم، فكانت غنما كثيرة سدت الوادي، ومن الإبل والبقر نماها حتى سدت الوادي من كثرتها. ثم جاء الرجل يطلب أجرته، قال خذ ما في هذا الوادي كله لك. قال يا عبد الله لا تسخر بي. قال لا أسخر بك ولكنه أجرتك. فاستاقها ولم يترك منها فصيلا وأخذها. فلما دعوا الله بهذه القربات والطاعات فرج الله عنه. لما دعا الأول تزحزحت الصخرة شيئا قليلا، لما دعا الثاني تزحزحت شيئا أكثر، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فلما دعا الثالث تزحزحت نهائيا وانفتح الباب فخرجوا. هذا التوسل بالأعمال الصالحة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لها، فدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة أنه مشروع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة،
فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء والصحة ووقعت في شدة فإن الله يفرج عنك. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا يونس عليه السلام، لولا أنه كان عبدا صالحا يعبد الله في حال الرخاء لما وقع في بطن الحوت أنجاه الله بذلك. لولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه، محبة تقتضي إجابة صاحبه. نعم. هذا سأله ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. نعم. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. أمرتني فأطعتك. نعم. ودعوتني فأجبتك، دعوتني إلى طاعتك فأجبتك وأطعتك. هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. نعم. وهذا سحر فاغفر لي. وهذا سحر يعني وقت يستجاب فيه الدعاء، فاغفر لي. نعم. ومنه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. نعم. وهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يقول على الصفا وهو يسعى إذا وقف على الصفا، كان يدعو بهذا الدعاء. هذا توسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. نعم. فقد تبين كان ابن عمر، ومن حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. نعم. توسل إلى الله بوعده سبحانه أنه لا يخلف الميعاد، وقد وعد السائلين أن يستجيب لهم: ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده، أو توسل إلى الله بذلك. نعم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا. نعم. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء أن قول القائل أسألك بكذا، أن قول القائل لله أسألك بكذا نوعان، هذا سبق لكن أعاده. إما أن تكون الباء قسمية أو سببية، فإن كانت قسمية فإنها لا تجوز أن تقسم على الله بمخلوق، وإن كانت سببية فلا بأس. نعم. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب. نعم. فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه. نعم. فالسبب لا بأس، وأما القسم فلا يجوز الإقسام على الله بالمخلوق. نعم. فأما الأول، وأما الإقسام على الله بالله فهذا سبق أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ لا يجوز لك أن تقسم على مخلوق بمخلوق، لأن القسم بغير الله شرك أو كفر كما سبق. فإذا كان هذا لا يجوز مع المخلوق، كيف يجوز مع الخالق؟ نعم. وأما الثاني فهو السؤال المعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك. نعم. السؤال بالأنبياء والرسل فيه خلاف، وأبو حنيفة لا يجيز ذلك، وبعضهم يجيزه، ومنهم من أجازه بنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك. نعم. فنقول قول السائل، قول السائل لله تعالى: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح. الجاه للرسل جاه عند الله بلا شك. قال الله جل وعلا وفي موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. فلهم جاه عند الله، وأعظمهم جاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز السؤال بالجاه، لا يجوز السؤال بالجاه، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة السؤال بالجاه. فلا تقول أسألك بجاه نبيك أو جاه موسى أو جاه عيسى، لا يجوز هذا، لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية، وأعظم العبادة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لا يجوز لنا أن ندخل فيه شيئا لم يرد به دليل من الكتاب والسنة. والحق، أما الحق فالله لا يجب عليه حق لأحد. الحق لا يجب على الله حق لأحد، تقول بحق فلان عليك، وإنما الله هو الذي وعد، الله هو الذي أوجب الحق على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حقا علينا، الله هو الذي أوجبه على نفسه. وكذلك في حديث معاذ الذي سيأتي: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق هو سبحانه أوجبه على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه وأوجب على نفسه. وهو سيذكر الشيخ الخلاف أن هناك من يفرض على الله ويقول يجب على الله كذا كالمعتزلة، ومنهم من يخالف في هذا. وعلى كل حال لا يجوز الدعاء بمثل هذا: أسألك بحق فلان، أسألك بحق فلان، بجاه فلان، نعم، أسألك بفلان أيضا، نعم. فنقول قول السائل لله تعالى: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح. يعني الجاه صحيح لوروده في القرآن، نعم، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، نعم، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا. نعم. مع أنه سبحانه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهم وإن كانوا يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بعد إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسبق أن تبين لنا أن الشفاعة الصحيحة لها شرطان: الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان. أما الكافر فليس له شفاعة عند الله، والمشرك ليس له شفاعة عند الله، أما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم
الذي بلغوه عن الله كان سعيدا. إذا سألت الله بإيمانك بالرسول واتباعك له ومحبتك له هذا صحيح، لأن هذا من عملك، ويجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. نعم. ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك. نعم، هو لهم جاه عند الله، وإذا أذن الله لهم شفعوا، ولكن هم لا يملكون هذا، إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، فالطلب يكون من الله لا منهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه وإن كان لهم مكانة عند الله بعملهم الصالح ونبوتهم ورسالتهم، فأنت ما علاقتك بعمل غيرك؟ أنت تسأل الله بصلاح الصالحين، والذي ورد إنما هو سؤال الله بصلاحك أنت وعملك أنت، وكيف تسأل الله بعمل غيرك شيئا لم تبذل فيه شيئا؟ هذا خاص بهم، عملهم خاص بهم، وأنت لا ينفعك إلا عملك، ولا علاقة لك بعملهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تتعلق على الأولياء والصالحين لأن الله يحبهم ولأن لهم أعمالا صالحة، هذا لا يغني عنك شيئا، أعمالهم لهم وأنت ليس لك إلا عملك. نعم. ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله. أما كونك لا تتبعهم ولا تطيعهم وتسأل الله بحقهم وجاههم، هذا بعيد. إنما تسأل الله بعملك، اتباعك للرسول، طاعتك للرسول، محبتك للرسول. أما أن تقول أسألك لأن رسولك له حق عندك وجاه عندك ومقام عندك، فهذا غير مشروع. لكن تقول أسألك بطاعتي له واتباعي له وإيماني به ومحبتي له، هذا نعم، هذا عملك أنت. نعم. بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين. هذا هو الذي ينفعك. إذا كان لك عمل معهم بالاتباع والطاعة والانقياد والمحبة، عمل كنت لا عمل غيرك. بعض هؤلاء المغرورين إذا نهي عن دعاء الأموات والاستغاثة بهم يقول إن الله جل وعلا قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأنا أطلب من الله بهم. فنقول له: ما علاقتك بإيمانهم وتقواهم؟ هذا لهم، ولا ينفعك أنت إلا عملك وإيمانك أنت تقواك أنت، فلا تتكل على عمل الآخرين وتسأل الله به. الله لم يشرع لك هذا. نعم، إذا سألته بمحبتك لأولياء الله وبغضك لأعداء الله، هذا صحيح، هذا عملك. وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. نعم، ينفعونه لو دعوا له وشفعوا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن تسألهم بمجرد صلاحهم وتقواهم وعملهم، هذا لا علاقة لك به. نعم. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة، نعم، ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، فلا يسألون شيئا، لا يسألون الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا،
ولا يملكونها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والدعاء هم أموات ما يقدرون على الدعاء، يدعون لك وهم أموات، انقطع عملهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما يقدر يدعو لك أو يستغفر لك، انتهى عمله. الأنبياء وغيرهم انتهى عملهم، فكيف تتعلق بهم؟ إذا كنت تريد النجاة لنفسك فالباب مفتوح أمامك أن تعمل وأن تدعو الله وأن تصل وأن تصلح في نفسك، المجال مفتوح أمامك، لا تعتمد على غيرك وتضيع نفسك. نعم. إذا كنت مسيء تقول أنا مسيء وعندي ذنوب، توب إلى الله، الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ما سد عليك الباب إلا أنك تروح تلتوي من طريق الأولياء والصالحين، أنت مفتوح لك الباب يا أخي. ادعو الله واستغفر وتوب إلى الله، تقرب إليه وتجد هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، نعم، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. نعم. سبب الإجابة هو دعاؤك وصلاحك وعملك، لا عمل غيرك، تتعلق على عمل غيرك. الله سبحانه وتعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا تتعلق عليهم وتتكلوا على صلاحهم وعلى تقواهم وتتركون العمل أنتم، تقولون نحن نتوسل إلى الله بهم ويكفي، أو يقول قائل أنا من أقارب الرسول ويكفي، أو أنا ساكن بمكة أو بالمدينة وهذا يكفي، ويترك العمل. هذا غرور من الشيطان، ما فيه أمامك إلا العمل، دون عمل ما في شيء، ما فيه إلا العمل الصالح وهو ميسر لك ومفتوح لك، فلماذا تعرض عنه وتذهب إلى الملفات نعم، تعلق بالقبور والأموات وتنسى الحي القيوم الذي لا يموت، السميع المجيب تنساه وتروح تلف لما الأموات، هذا في منتهى الرذالة والبلاهة والبلادة. نعم. بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. نعم. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. هذا مثال في المخلوقين، لو جيت عند ملك من الملوك وقلت أسألك بطاعة فلان لك وانقياده لك وخدمته لك ومحبتك له، وش علاقتك أنت بفلان؟ هذا مما يضحك العقلاء، إيش علاقتك أنت بفلان؟ عمل فلان وقربه من الملك ومحبة الملك له هذا خاص به، وليس لك به سبب ولا علاقة. وكذلك أن تسأل الله بصلاح فلان وتقوى فلان، لا علاقة له لك بذلك، صلاحه له وتقواه له. نعم. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، إجابة دعاء من يسأل بهم. ليس هذا سببا، ليس هذا سببا ولا علاقة لك بعمل غيرك أو أن تتكل على عمل غيرك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليس لك إلا عملك، كما أنه لا تضرك إساءة من أساء فلا تنفعك طاعة من أطاع، إنما هذا له وعليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته له، سبب منه هو بطاعته لله وانقياده لله واستغفاره وتوبته. نعم. وإنما يوجب إجابة دعائه
بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء. سأله بعمله، لأن طاعته للرسول ومحبته للرسول واتباعه له هذا عمله، يسأل الله به، توسل به إلى الله، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء. بسبب فعله هو، ما فعله غيره. نعم بل هذا أعظم الأسباب والوسائل، العمل الصالح. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك. نعم شفاعته إنما تكون لأهل التوحيد من أمته وليست للمشركين، الذين يدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم ويذبحون لهم هؤلاء مشركون، يتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويتبرأ منهم الصالحون الذين عكفوا عند قبورهم يتبرؤون منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، هم الذين أمروهم بذلك، أما نحن فنحن ننهى عن ذلك ونجاهد عليه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، انقطع هذا السبب وهذا الذي تعلقتم به أنه لا أصل له. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك. أي نعم، لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد لا أهل الشرك. نعم وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كما في الصحيح يأتي هذا. نعم الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نستطيع التفريق بين الباء السببية والقسمية، وهل ننهى من يقولها ولا نسأله عن نيته خشية الوقوع في الشرك؟ السياق هو الذي يفصل ويفسر الباء، السياق الذي سيقت فيه الكلمة هو الذي يفسر، وإذا أردت أن تنهى تقول هذا أمر مجمل، الباء هذه مجملة وأخشى أنها قسمية والقسم لا يجوز، اترك هذا اللفظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول ابن مسعود رضي الله عنه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه، هل الجلوس المقصود به الجلوس للتشهد أو الجلوس بعد الصلاة، بمعنى هل الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ الدعاء يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكنه في داخل الصلاة أفضل، داخل الصلاة أفضل الدعاء فيها، لأنه في صلب العبادة، وأما بعد السلام فيكون على أثر العبادة، ولا شك أن صلب العبادة أفضل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل بالله عليك افعل كذا، هل هذا قسم أم سؤال بالله؟ هذا قسم، تحلف عليه، مثل ما قلت والله إن تفعل كذا وكذا، هذا قسم بالله عليك، يعني والله إن تفعل كذا وكذا، لأن الباء من حروف القسم، أنت تحلف عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستدلال والاحتجاج بالتوراة
وما هو تخريج قول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ما في التوراة إلى آخره؟ هذا سبق لنا الأصل فيه، وهو أن ما أقره شرعنا ووافقه شرعنا فنحن نعمل به، وهذا مما أقره شرعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المقرر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ مثل الحديث الثلاثة من بني إسرائيل، ولما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له صار شرعا لنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ما يسمى بالتوسل بذكر الحال كقول أيوب عليه السلام؟ نعم، يتوسل إلى الله بفقره وحاجته ومرضه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيتوسل إلى الله بحاله وفقره ومرضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أو فهمنا من الدرس أن أنواع التوسل المشروع هي: أولاً التوسل بأسماء الله وصفاته، ثانياً التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ثالثاً التوسل بدعاء الصالحين الحاضرين. هل هذه هي الأنواع فقط؟ لا، ما هي بالأنواع، فيها التوسل بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توسل بالتوحيد، كلمة التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بحق السائلين عليك يكون من نوع التوسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة الدعاء؟ نعم، هو هذا كما شرحه الشيخ رحمه الله، على فرض صحة هذا الحديث، لو صح فليس فيه متمسك للذين يتوسلون التوسل المبتدع. نعم، هذا من جملة شبههم التي يتمسكون بها في توسلهم بالأموات ويستدلون بهذا الحديث، وهذا الجواب عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أقسم على الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد فعله هذا من الشرك أو من البدعة؟ يعد هذا من الشرك، لأنه قسم بالمخلوق، الجاه مخلوق فهو قسم بالمخلوق، ولا يجوز القسم بالمخلوق على المخلوق، فكيف القسم به على الخالق كما قال الشيخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعرف الإنسان أنه يجوز له أن يقسم على الله كما في الحديث لو أقسم على الله لأبره؟ هذه حالة خاصة، حالة الأولياء، وإذا قوي يقينهم وإيمانهم وبلغوا درجة الإيمان القوي واليقين الصادق ووقعوا في شدة وفي حاجة يقسمون على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يقول ويقسم بحق النعمة الشريفة، فهل في ذلك شيء؟ النعمة مخلوقة يا أخي، إيش قصدك بالنعمة؟ النعمة مخلوقة، ما يجوز تقسم بها ولا بحقها. نعم. يقول وبعض الناس يقول بحق هذه الليلة أو بحق هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ وكذلك الليلة واليوم مخلوق، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقيمت على المشرك الحجة لكن لم يفهمها هل نعذره؟ ما قامت عليه، إذا لم يفهمها معناه ما قامت عليه الحجة. نعم. يقول وهل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عذره، وذهب أئمة الدعوة إلى أنه لا يعذر؟ بلوغ الحجة إنما تقوم به الحجة إذا كان يفهم لو أراد، لكنه لم يرد، هذا قامت عليه الحجة. أما إذا كان أعجمي ما يفهم ولو أراد الفهم ما فهم، ما تقوم عليه الحجة حتى يترجم له ويبين له. نعم. فقيام الحجة هي بلوغ القرآن مع فهمه لو أراد، فإذا تركه وهو يقدر على فهمه فهذا غير معذور، لأنه بإمكانه زوال الجهل ولكنه لا يريده. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولهذا يقولون من بلغته الحجة على وجه يفهمها لو أراد فإنه ليس له عذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر، يقول إذا كان شخص يعيش في مجتمع إسلامي يغلب عليه التعلق بالصالحين ولا يوجد لدينا علماء التوحيد،
وهو يدعوهم ويتقرب إليهم بأنواع من العبادات، فهل نحكم عليه بالكفر بعينه ونعامله معاملة الكفار دون إقامة الحجة؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان شخص يعيش في مجتمع إسلامي يغلب عليها التعلق بالصالحين ولا يوجد علماء توحيد، وهو يدعوهم ويتقرب إليهم بأنواع من العبادات، فهل نحكم عليه بالكفر بعينه ونعامله معاملة الكفار دون إقامة الحجة؟ أرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا. إذا بلغه القرآن وهو يفهمه، هذا يدخل في القاعدة التي ذكرتها لكم، إذا بلغ القرآن وهو عربي يفهم اللفظ العربي فإنه قامت عليه الحجة. والشرك من أوضح الأمور في القرآن، النهي عن الشرك، النهي عن الشرك من أوضح الأمور في القرآن، ومتعدد المواضع في القرآن النهي عنه والوعيد عليه والتحذير منه، فهو ليس له عذر. وإذا كان يدعو غير الله فهو مشرك بعينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يباح للرجل أن يسأل الله سبحانه بالعمل الصالح لابنه أو لابنته؟ هل يباح للرجل أن يسأل الله تعالى بالعمل الصالح لابنه أو لابنته؟ يعني يتوسل إلى الله بعمله ويدعوه أن يشفي ابنته أو يشفي ابنه، لا بأس بذلك، لأنه الداعي هو الداعي وقد توسل إلى الله بعمله هو. نعم. قال: له أن يتوسل بعمل ابنه الصالح؟ لا، عمل الغير، لا تتوسل بعمل الغير أبدا، توسل بعملك أنت فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه قاعدة خذوها، لا تتوسل بعمل الغير، توسل بعملك أنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عين شخص من زملائي في منصب فطلب مني أن أقرأ له ختمة قرآنية في مكتبه بسبب توليه لهذا المنصب، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، هذا بدعة، هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم: إذا خصصنا قراءة القرآن طاعة وقربة، لكن إذا خصصت بمناسبة أو بمكان بدون دليل فهذا بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد من بني جلدتنا من يشكك في تاريخ نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول إنما هي صراعات سياسية، وإن نجد لم تكن في ذلك الزمن على عبادة القبور، فكيف نرد عليه؟ هذا موجود، يعني خصوم الدعوة إلى التوحيد من قديم، من وقت الشيخ، وهم يخاصمون الشيخ ويردون عليه، وهذا موجود في ردود الشيخ عليهم. هل الشيخ يرد على جن ولا على هوى؟ يرد على ناس موجودين يخاصمونه، هذا شيء موجود. فالذي يجحد هذا يجحد الواقع، يجحد الواقع. ثم أيضا هو يكذب الشيخ ويكذب العلماء الذين ذكروا ما كان في وقت الشيخ وقبله، يكذبهم، يعني يكذب العلماء ويخونهم، نسأل الله العافية. يا يزكي الناس وهو ما يدري عنهم، هل عاش في ذاك المجتمع؟ لكن هذا الجهل والهوى والعياذ بالله، والعداوة للتوحيد، هذه عداوة للتوحيد وأهله، وإنكار إنكار للواقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من شبهات المتصوفة هداهم الله إلى الحق، يقولون الدليل على جعل الوسطاء بين العبد والرب هذه الآية: الرحمن فاسأل به خبيرا، هل هذا دليل لهم؟ اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، يعني نفسه جل وعلا هو أعلم به وبنفسه سبحانه وتعالى. اسأل الله، اقرأ كتاب الله التي فيها أسماؤه وصفاته، هو الخبير سبحانه وتعالى، ما هو يسأل به خبيرا من الخلق، اسأل الله جل وعلا. ولا يحيطون به علما، يعني لا أحد خبير بالله يعلم كل ما هو من شأن الله أبدا، لا يحيطون به علما،
نعم. ويقول إنهم يقولون يجوز ذكر الله بالاسم المفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، فكيف نجيب عن ذلك؟ أي اصبر لما يجيك الوقت وبعدين خلك معهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول أسألك بوجه الله أن تعفو عن فلان، فهل في هذا شيء؟ هذا ورد في بوب له الشيخ في كتاب التوحيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا يكون فيه استهانة بالله أن تسأل بوجهه شيئا حقيرا أو شيئا. الله عظيم جل وعلا ووجهه عظيم، لا يسأل به إلا العظيم وهو الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتردد على ألسنة بعض الناس مقولة يا وجه الله، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز، لا تدعى الصفة، وجه الله صفة من صفاته الذاتية، فلا تدعى الصفة وإنما يدعى الموصوف، يدعى الموصوف. أسألك بوجهك، أسألك برحمتك، صفاته سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، أما الصفة فلا تدعى، إنما يدعى الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتردد عندنا هذه اللفظة وهي عليك وجه الله أن تتغدى عندنا، فهل في هذه شيء؟ هذا من التشفع بالله على خلقه، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إننا نستشفع بالله عليك، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكر أن تجعل الله شفيعاً عند المخلوق، هذا فيه تنقص لله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الآونة مقاطع فيديو في الجوال لبعض الرافضة وهم يقومون بسب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكأبي هريرة رضي الله عنه، ويتداولها كثير من الشباب من باب حب الاطلاع، فما هو رأيكم في ذلك؟ لا يجوز ترويج هذه الأشرطة الكافرة، لا يجوز ترويجها على الناس، ويجب إتلافها ومسحها، لأنك أنت إذا كنت تعرف وتبي تطلع لكن اللي غيرك ما يعرف، إذا وصلت إليه يحصل عنده شك في صحابة رسول الله، أو يحصل عنده بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب إتلاف هذه الأشرطة والقضاء عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صدم والدي طفلا صغيرا كان يقطع الشارع، قد قدر المرور أن الخطأ نسبته 25% على والدي، وحكم القاضي بربع الدية عليه، فهل على والدي كفارة صيام مع العلم أنه كبير بالسن حيث إن عمره أكثر من 75 عاما ويصعب عليه الصيام وبالكاد يصوم رمضان لأنه مريض بالقلب؟ ولا بد من الصيام ما دام عليه إدانة في الحادث ولو 1%، يكون عليه صيام شهرين متتابعين. تقول إنه ما يقدر، شلون يسوق السيارة ويروح يجي ولا يقدر؟ يصوم، يستعين بالله ويصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وبعد أيضا عمره 75 يقول إيه؟ نعم. ما هو كبير، مريض. نعم. بالقلب. ها؟ وهو مريض بالقلب، يأجل الصيام إذا كان ما يقدر يصوم الآن، يأجله لما يقدر، هو باقي في ذمته، ومتى ما قدر يوفي هذا الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول أدخل الصلاة مع الإمام من أولها، ثم أثناء قراءتي للفاتحة في الصلاة السرية يركع الإمام ولم أكمل الفاتحة بعد، فماذا أفعل؟ هل أركع مع الإمام ولو لم أكمل الفاتحة، أم ماذا أصنع مع العلم أن هذا يتكرر معي كثيرا؟ لا شك أنك تركع مع الإمام، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا بد أن تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع معه ولم يكن قرأ الفاتحة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الدورة الشهرية للمرأة 7 أيام وزادت عليها إلى 15 يوما، فهل تغتسل وتصلي بعد اليوم 7 أم لا؟ لا، تزيد العادة وتنقص إلى حدود 15،
تزيد، قد تزيد إلى 15 أو تنقص إلى حد يوم وليلة. العادة ما هي مضطردة، قد تزيد وقد تنقص وقد تتأخر وقد تتقدم. فما دام عليها دم متجانس هو دم الحيض فإنها تستمر إلى 15 يوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فرط في صيام عدة أشهر من رمضان فماذا عليه بعد التوبة؟ عليه القضاء والكفارة عن كل يوم طعام مسكين عن التأخير مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف الصف فهل يعيد؟ وماذا عليه أن يعمل إذا لم يجد مكانا في الصف؟ هل ينتظر أم يصلي يمين الإمام؟ هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، يجب عليه الإعادة عملا بهذا الحديث. وإذا جاء والصف متكامل يحاول يوجد له مكان أو يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص كلفه أخوه بدفع زكاة الفطر في رمضان ولم يفعل، حين سأله أخوه ادعى أنه قد فعل، فماذا يفعل وما الذي عليه؟ هذه نتيجة التساهل والتواكل في العبادات. واجب على المسلم أن يبادر بأداء الزكاة بنفسه، سواء زكاة المال أو زكاة النفس وهي زكاة الفطر، يبادر لأنها حق واجب عليه. فإذا اقتضى الحال أنه يوكل، لا يوكل إلا واحد يقوم بالواجب وينفذ المطلوب ويبرئ الذمة إذا اقتضى الحال التوكيل. أما مهما أمكن أنه هو اللي يؤدي العمل فهذا شيء واجب عليه، لئلا تبقى الزكاة في ذمته. وعلى كل حال ما دام فات الوقت ولم تخرج، تخرج قضاء، تخرج الآن على أنها قضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم بأن السماع قد يراد به الاستجابة، فهل هناك محذور من قول بعض الناس الله يسمع منك؟ اي نعم، يستجيب لك، يعني بمعنى ما هو معناه يدعو الله انه يسمع، الله يسمع جل وعلا، لكن يريد يسمع منك ان يعني يجيب دعاك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل والده على قيد الحياة ويريد هذا الابن ان يؤدي عنه عمره، وهذا الرجل ليس في بلاد الحرمين ويحتاج الى سفر ليعتمر، فهل يجوز لهذا الابن ان يؤدي عنه العمره علما ان الاب يستطيع الطواف وجميع اركان العمره؟ لا، اذا كان الوالد لم يعتمر عمره الاسلام فانه ياتي هو ويؤديها بنفسه اذا امكن، واذا لم يمكن ينتظر حتى تسمح له الفرصه. فإذا يأس من المجيء وصار ما يقدر يوكل حين ذاك إذا عجز، أما ما دام يمكن أنه يجي، يتوقع أنه يجي وهو يقدر على أداء العمرة بنفسه أو الحج كذلك، فإنه ينتظر حتى تسمح له الفرصة. وإذا كان يريد البر بوالده فليعمل على استقدامه لأداء العمرة وأداء الحج، يعمل على استقدامه على حسابه ويستقبله ويخليه يؤدي العمره، هذا من البر به وإعانته على طاعة الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخذ عمره، وأما النافلة، عمرة النافلة لا حاجة إلى أنه يعتمر عن النافلة، إنما هذا في الفريضة، النيابة في الفريضة عند العجز، عند العجز المتعذر تدخل النيابة، أما النافلة في الحج والعمرة فلا، لا تدخلها النيابة، لأن هذا الشيء لم يرد، ما ورد إلا في الفريضة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخذ عمره ونسي التقصير ولم يعلم إلا بعد وصوله المدينة وقد لبس الملابس، فماذا يلزمه في هذه الحال؟ يلزمه يخلع الملابس ويعيد ملابس الإحرام في أي مكان، ثم يقصر أو يحلق رأسه ليكمل العمرة، فإذا فرغ يلبس ثيابه، هذا الذي يلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، هل ينطبق هذا على الشعراء في هذا الزمن أو هو خاص بزمن النبوة؟
لا هو عام في كل الأزمان، لكن الله استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذا استثنى، إنما يكون اللوم والذم على غير هؤلاء. نعم، وله عام في كل الشعراء إلى أن تقوم الساعة، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الدعاة يدعو في نهاية محاضراته فيقول: يا الله أقسمت عليك لتفعلن كذا، أقسمت عليك لتنصرن، إلى غير ذلك، فهل هذا الفعل مشروع؟ الأصل أنه مشروع، لكن هو وصل إلى درجة أنه يقسم على الله، وصل باليقين وأنه يقسم على الله، هذا ما أدري عنه، الله أعلم بحاله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من صرف معنى لا إله إلا الله إلى توحيد الربوبية والحاكمية يعد ممن يكون كفار قريش أفهم منه؟ بلا شك أن كفار قريش فهموها في توحيد الألوهية، وهو فهمها في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية موجود، موجود في الأمم، لم ينكره إلا النوادر الذين يتظاهرون بالإنكار، وإلا في قرارة نفوسهم يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الكون إلا الله. فتوحيد الربوبية فطري، فطري لا أحد ينكره، ولو كان يكفي لما احتجنا إلى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل رسول يقول لقومه: يا قومي اعبدوا الله، والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال أقروا بالربوبية، ما قال أقروا بالربوبية، لأن هذا موجود ولأنه لا يكفي. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في قول طاح الشر أو انكب الشر إذا سقط إناء أو انسكب، وهل صحيح؟ إذا إيش؟ إذا سقط إناء أو انسكب، وهل صحيح أن هذه الأدعية هنا من باب التفاؤل؟ هذا حسب نيته، إن كان نيته التفاؤل فلا بأس، التفاؤل طيب، وأما إن كان أنه يعتقد أنه إذا انكب الإناء راح الشر اعتقاد منه، هذا لا يجوز، الاعتقاد باطل، هذا حسب نيته والله أعلم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.